لعبهمش كلهم في الزمالك، لان من ضمن المواسم دي جه موسم 2008-2009 واللي فيه اتفق عمرو زكي مع اداره الزمالك انه عايز يجرب حظه في الاحتراف تاني، وساعتها كان جاي له عرض اعاره من نادي ويجن اتلتيك الانجليزي، وبصراحه كان يعتبر عرض ما يتفوتش لاي لاعب ساعتها، وخصوصا ان عقد عمرو زكي كان فيه بند بينص على انه لو عجبهم هناك فهم ليهم احقيه انه يشتروه من الزمالك، وكمان الصفقه كانت عامله 1.5 مليون يورو وهيزيدوا كمان نص مليون لو عمرو زكي قدر يسجل معاهم 10 اهداف، في صفقه كانت تعتبر من اغلى الصفقات في افريقيا كلها مش في مصر بس كمان. وفعلا راح عمرو زكي على ويجن، ومن بدايته مع الفريق قدر انه يكون الفتى المدلل للجمهور، واللي اختاروه كمان كاحسن لاعب في ماتشات كتير للفريق، لدرجه ان اخذته الجلاله ساعتها وقال تصريح مشهور جدا وهو انه ناوي يكون هداف الدوري الانجليزي الموسم ده. بس على قد ما في ناس كتير اتريقت عليه الا ان كان في كتير جدا مصدقين انه ممكن يقدر يعمل كده بجد، وخصوصا انه بعد فتره صغيره جدا لعب فيها 13 ماتش بس مع الفريق قدر يسجل فيهم 9 اهداف وكان متصدر هدافين